بالتالي كابتن سعيد عبد الحفيظ نفسه علق على هذه الجزئيه من خلال الموقع الرسمي للنادي الاهلي، بيقول نفس الكلام اللي احنا قلناه لحضراتكم. وقال كابتن سعيد ايه؟ قال لاسارتي لم يخرج غاضبا ولن ينال احد من فرحه الاهلاويه. كابتن سعيد عبد الحفيظ مدير الكره قال ان ما ردده البعض بشان ترك مارتن لاسارتي لاجتماع لجنه التخطيط للكره غاضبا صباح اليوم كلام عار تماما من الصحه وجاء من خيال كاتب هذا الخبر. قال ان الغرض من الكلام اللي طلع ده النيل من فرحه جمهور النادي الاهلي بفوز ببطوله الدوري، الفوز على نادي الزمالك واختام بطوله الدوري بالشكل المميز ده. قال ما فيش اي خلافات خالص، ما فيش اي حد اصلا خرج غاضب، وقال ان الاجتماع كان مثمر بشكل كبير وكان ايجابي بشكل كبير جدا، وقال ان احنا كلنا كمنظومه كرويه داخل النادي الاهلي عارفين هدفنا خلال المراحل الجيدة أو المقبلة، وهنحاول بإذن الله أن احنا نحقق كل هذه الأهداف تلبية لطموحات جماهير النادي الأهلي، وفي تناغم وتواصل واضح جدا جدا وبشكل مميز جدا ما بين لجنة التخطيط للكرة كابتن محمود الخطيب والجهاز الفني بقيادة مستر مارتين لاسارتي. إذا الأمور زي ما احنا بنأكدها لحضراتكم كده بشكل رسمي، مفيش الكلام ده خالص، كلام غير مطروح إطلاقا وما حصلش إطلاقا النهاردة.